الجزائر وجهة سياحية رائعة تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية الخلابة، وجب تسليط الضوء عليها والتشجيع على زيارتها، حسب تقرير الصالون الدولي للسياحة والأسفار الروسية الذي شاركت فيه الجزائر في طبعته 28 كضيف شرف، والتي عنونت المقال بالجزائر وجهة رائعة، معتبرة سياحة المغامرات في المناطق الصحراوية رأس الحربة للسياحة المستقبلية. مشاركة الجزائر في هذه الطبعة كان فرصة لتسليط الضوء على ميزاتها كوجهة سياحية بامتياز، نظرا للتنوع الطبيعي الذي تتميز به الجزائر من جبال وسواحل وحتى الحمامات والعلاج المائي، بالإضافة إلى السياحة الصحراوية التي أكد التقرير أنها ثروة لا تقدر بثمن. وبهدف الترويج للجزائر كوجهة سياحية، تم وضع استراتيجية لتحسين السياحة الوافدة في حقبة ما بعد كوفيد، وإنشاء لجنة توجيهية تشغيلية لاستئناف الأنشطة تضم جميع الجهات الفاعلة في سلسلة السياحة. في رأيك كيف يمكننا الترويج للجزائر كوجهة سياحية؟